هذا الشكل النضالي يأتي في واحد السياق ديال استمرار معركات خطوات ديال تسليم النقاط، بمعنى أن احنا ممتنعين عن تسليم النقاط للإدارة ديال الدورة الأولى. ممكن هذا الشيء يعني يستمر إلى الدورة الثانية. إلا ما عطاتش الدولة شي إشارة إيجابية لهذا الأمر، أكيد هذا الأمر سيستمر. رغم هذه الاستفسارات وهذه التنبيهات اللي كتصيفت الدولة، الأساتذة اليوم يأكدوا داخل هذه الوقفة بأنهم مستمرين وصامدين لأنهم لا يطالبون بشي حاجة اللي هي كبيرة على الدولة. إذا فعلا هذه الدولة المغربية عندها يعني قرون وعندها يعني العرش ديالها اللي هي قوية، راه هذا الشيء ممكن تستجب ليه في رمشة عين. الأساتذة فقط يطالبون بتوحيد المسار المهني بحالهم بحال الأساتذة اللي كيتوقفوا قبل 2016، بمعنى أنه خص يكون عند نظام واحد وماشي موحد. النظام ديال وزارة التربية الوطنية اللي كان في 2003، هاد الأساتذة كيطالبوا باش يكونوا فيه، ما كيطالبوش باش يكون شي نظام جديد كما كتروج ليه الحكومة بأنه كاين نظام موحد. وباش نأكد، هذا النظام ماشي موحد من الناحية القانونية، هو فقط جميعي ويجمع الفئات اللي كاينه داخل قطاع التعليم، ولكن على المستوى المسار المهني ماشي موحد. الاساتذه يعني اللي كانوا قبل 2016 يعني المشرف عليهم هو الوزاره التربيه الوطنيه، لكن اللي كانوا بعد 2016 المشرف عليهم ولا كتوظفهم هي الاكاديميه الجهويه، وبالتالي نختلف من ناحيه المنطلقات، واكيد سنختلف من ناحيه المسار المهني، وسنختلف من ناحيه يعني المخرجات ديال المسار المهني. أكيد هذا الأمر الأساتذة واعٌ بأن هادشي كامل التطبيقات غادي تستمر، واليوم الدولة غير تخرج توضح لنا بأنك تقول بأن العزل الوظيفة العمومية، واش النظام الأساسي ديال الموظف في الأكاديميات محسوب على الوظيفة العمومية؟ يعطونا شي بند قانوني بأن هذا النظام الأساسي فعلا كان في الوظيفة العمومية. ثم ما خايفينش، بمعنى أن بيان سور هذا الأمر يؤكد الأساتذة بأنهم مستمرون. إلا ما كانش شي إشارة إيجابية من طرف الدولة، من طرف الحكومة، من طرف الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية، شي إشارة إيجابية فعلا بأن ممكن هذا الملف يتحل في أقرب وقت، فالأساتذة مستمرون في هذه الخطوة إلى آخر رمق التحية النضالية.